الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا كتاب ملخص الفقه للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزا الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثاني من جمادى الأولى لعام 440 و400 ألف، الموافق ليلة الثامن الشهر الأول لعام 19 و2000. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: باب في حد قطاع الطريق. الله سبحانه يريد للمسلمين أن يسيروا في أرضه آمنين، لتبادل مصالحهم وتنمية أموالهم وصلة الرحم فيما بينهم وتعاونهم على البر والتقوى، ولا سيما السفر إلى بيته العتيق لأداء شعيرة الحج والعمرة. فمن أراد أن يعوق سيرهم أو يسد طريقهم أو يخوفهم في أسفارهم فقد شرع الله حدا رادعا يزيل هذا العائق ويميط الأذى عن الطريق. طيب، الإسلام العظيم دين الله عز وجل الكامل من كل وجه جاء ليحافظ على الكليات الخمس. الكليات الخمس ما هي؟ الدين والعقل والنفس والعرض والمال، بتشريعات الله عز وجل محافظة لدين الناس من العبث به من عقائد باطلة والشعوذة والسحر، ومن عقول الناس من شرب الخمر والمخدرات والمسكرات، ومن حفظ الأنفس من سفك الدماء والضرب والاعتداء، ومن حفظ العرض من الزنا والفواحش، وحفظ النسل حتى لا يختلط، ومن حفظ الأموال فحرم الربا والغش والسرقة. فقطاع الطريق قد يتعرضون للناس في طريقهم في السفر وهم في إلى حج أو عمرة أو يتنقلون في زيارة أو نحو ذلك، فجعل هناك أحكاما شديدة حتى لا يعتدي أحد على المسافرين، لأن قطاع الطرق يبقى في وسط الصحراء يشوف ناس منقطعين يعتدي عليهم، ربما هتك أعراضهم، ربما أكل أموالهم، ربما سفك دماءهم. فجاء هذا الشرع العظيم بهذه الأحكام الرادعة الشديدة القوية حتى يأمن الناس على أنفسهم، على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم. فقال جل وعلا: إنما، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الشاهد ويسعون في الأرض فسادا، ما هو جزاهم؟ قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، تسفير. هذه عقوبات متفاوتة ولا لا؟ يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، يعني يد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس، عقوبة شديدة. أو ينفوا، تسفير. لماذا العقوبات متفاوتة؟ أو قالوا حسب ارتكابه الجريمة، يعني إذا قطع الطريق قتل أحد ممكن يقتل، إذا زاد فساده وانتشر أنه أرعب الناس مدة حتى قبض عليه ممكن يقتل ويصلب، حسب رأي القاضي رأي الإمام بما قام به، إما يقتل أو يصلب أو تقطع يده رجل من خلاف أو ينفى من الأرض. نعم. والمراد بالمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم.
ويشترط سرقة يعني يتخفى ويقفز بيت الناس يفتح يسرق، هاي سرقة. هذا لا، وقف الناس ويأخذ أملاكهم ويضربهم ويقتلهم، هذا اسمه قاطع طريق. في فرق بين واحد يسرق وبين واحد يقطع الطريق ينهب أموال الناس ربما يقتلهم. نعم. ويشترط لتطبيق الحد عليهم أن يبلغ ما أخذوه نصاب السرقة، وأن يأخذوه من حرز بأن يأخذ المال من يد صاحبه وهو في القافلة، وأن يثبت قطعهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عدلين. وحدهم يختلف باختلاف جرائمهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل حتما وصلب حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. ومن أخذ المال ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. يعني إذا جمع بين القتل وأخذ المال فهذا يقتل ويصلب. قتل لكن ما أخذ مال هذا يقتل. نعم. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام في مقام واحد. الله أكبر. وحسمت عن النزيف ثم خله. نعم. ومن أخاف السبيل فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الأرض بأن يشرد، فلا يترك يأوي إلى بلد بل يطارد. نعم. فتختلف عقوبتهم باختلاف جرائمهم، لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه الآية نزلت في قطاع الطريق عند أكثر السلف، وهي الأصل في حكمهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. رواه الشافعي. الله أكبر. نعم. ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل عليهم جميعا، وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا جميعا وصلبوا، ومن تاب منهم قبل القدرة عليهم. يعني لو كان أربعة خمسة قطعوا الطريق اللي باشر القتل واحد، لكن هم اجتمعوا، هذا أوقف السيارة والثاني مثلا مسك المعتدى عليه والثالث باشر وقتل، كلهم يؤخذون لأنهم اجتمعوا على هذا الفعل، ولو أحدهم باشر القتل إلا أنه يقتل الجميع. نعم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي عن البلد وقطع يد ورجل وتحتم قتل، وأخذ بما للآدميين من الحقوق من نفس وطرف ومال، إلا أن يعفى له عنها من مستحقيها، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تاب منه قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي عن البلد وقطع يد ورجل وتحتم قتل، وأخذ بما للآدميين من الحقوق من نفس وطرف ومال، إلا أن يعفى له عنها من مستحقيها. طيب، الآن قطع اليد حق الله عز وجل، يعني لو أن شخصا ما سرق من أخيه مالا قد بلغ النصاب وفي حرز واستحق القطع، فجاء صاحب المال المسروق وقال عفوت عنه، هل يسقط حق القطع؟ الجواب لا، لأن القط هذا حق الله عز وجل. صاحب المال يعفو أو يرد له ماله، لكن حق الله عز وجل أن تقطع يده. واضح. فهذا لو تاب الله عز وجل قبل أن يقدروا عليه، قبل أن يقبض عليه، تاب الله عز وجل كان من قطاع الطرق، فهذا ما تقطع يده لأن حق الله عز وجل سقط إيش بالتوبة. واضح. لكن لو أنه قطع الطريق وقتل شخصا ثم تاب الله عز وجل ثم قبض عليه، فأولياء الدم من حق ما يطالبوا بدم إيش وليهم، ما يسقط إلا إذا تنازلوا. واضح إخوان. وقول الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، هذا استفاد أهل العلم منه فائدة عظيمة في العقيدة، وهي أن أسماء الله عز لها أحكام تسمى الحكم أو الأثر،
فربنا جل وعلا ما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقضى عليهم ها فقد تاب الله عليهم أو فقد غفر الله لهم، وإنما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمقتضى كونه غفور رحيم إيش أثر كونه جل وعلا غفور رحيم؟ أن يغفر ويرحم. وهذا تقدم في درس العقيدة في أسماء الله عز وجل، منها ما هي أسماء لازمة ومنها ما أسماء متعدية. فالاسم اللازم يدل على إثبات الاسم وإثبات معنى الاسم، كل أسماء الله لها معاني، ما في اسم بدون معنى. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى، ومن حسن أسمائه أن أسماءه تدل على معاني، فهو السميع البصير يسمع ويبصر، فهو الرحمن ذو رحمة، فهو العليم ذو علم ويعلم. ما في اسم ما له معنى لله عز وجل، أسماء الله حسنى. يعني أسماء البشر أعلام، علم هذا اسمه أحمد، هذا اسمه نايف، هذا اسمه محمد، هذا اسمه عبد العزيز، اسم علام على الشخص هذا. لكن أسماء الله عز وجل هي أعلام الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، وأوصاف. هو الرحمن اسم الرحمن وذو رحمة ويرحم، هو اسمه السميع البصير يسمع ويبصر. الإنسان اسمه خالد وهو فاني، قد يسمى شجاع وهو ليس بشجاع، قد يسمى عبد الله وهو كافر منافق، صح؟ أكبر المنافقين كان اسمه عبد الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسماء البشر هي أعلام تدل عليهم فقط، أما أسماء الله أعلام وأوصاف، عالم عن الله، عالم عن الله ويدل على معنى الرحمن ذو رحمة يرحم. لكن من أسماء الله عز وجل ما يدل على معنى وله أثر يسمى الأثر أو الحكم. فمثلا ربنا جل وعلا اسمه السميع البصير، فاسمه السميع ها ويتصف إيش ماذا؟ بالسمع والبصر، ويسمع المسموعات ويبصر المبصرات العليم أيضا متعدي، اسمه العليم وذو علم ويعلم. القدير اسمه القدير وذو قدرة ويقدر. فما كان له أثر أو حكم مترتب عليه يقال عنه اسم متعدي. يلزم من ثلاث أمور: إثبات الاسم وإثبات المعنى وإثبات الأثر المترتب عليه، صح؟ مثل العليم اسمه العليم وذو علم ويعلم، اسمه البصير اسمه البصير ها اسم البصير اسمه البصير جل وعلا وذو بصر ويبصر ها السميع اسمه السميع وذو سمع ويسمع، صح؟ لكن مثل اسم الله عز وجل الكبير، اسمه الكبير وهو كبير جل وعلا أكبر من كل شيء، ولا ما في تبهتم. اسمه الحي، اسمه الحي وهو ذو حياة، ويحيي ليس من اسم الله الحي، يحيي من أفعاله أنه يحيي ويميت، ليس اسمه المميت ولا المحيي، لا اسمه الحي ذو حياة. العظيم متعدي ولا لازم؟ نجرب، اسمه العظيم وذو عظمة، ما في، إذن هو اسم لازم. الغفور اسمه الغفور وذو مغفرة ها ويغفر ولا لا؟ ويغفر. بدليل هذه الآية قال فإن تابوا من قبل أن تقضوا عليهم فاعلموا أن الله غفور. إذا بما أنه غفور إذن ها اسمه الغفور وذو مغفرة ويغفر. إن تابوا فاعلموا بأن الله غفور، إذا بما أنه غفور إذن هو يغفر لهم لأنهم تابوا. اسمه الرحيم فاعلم أن الله غفور رحيم، ها اسمه الرحيم وذو رحمة ويرحم. فدلها الاسم على ما يسمى المقتضى أو الحكم أو الأثر لاسم الله عز وجل. فأسماء الله عيد الحين قاعد أعيدها، أسماء الله تنقسم لقسمين: أسماء لازمة وأسماء متعدية. الأسماء اللازمة تدل على إثبات الاسم وإثبات المعنى أو الصفة اللي دل عليها الاسم، صح؟ والاسم المتعدي يدل على ثلاث أشياء: ها إثبات الاسم وإثبات المعنى والأثر أو الحكم مترتب عليه.
فاستدلوا بهذه الآية على هذا التقسيم، إن من أسماء الله عز ما هو لازم يدل على أمرين، ثبات الاسم وثبات الصفة، ومن أسماء الله ما هو متعدي يدل على ثلاث أمور، على ثبات الاسم وثبات الصفة والأثر المترتب على هذا الاسم. فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب كمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفقوا على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته، وإن تابوا وإن كانوا صادقين في التوبة. يعني تابوا قبل أن يقدر عليهم، قبل أن يقبض عليهم. واحد كان قطاع طريق، من قطاع الطريق، تاب بعد سنة سنتين ثلاث، علم الناس أنه كان من قطاع الطريق، قاعد يتكلم مع واحد يسولف، قال والله كنا احنا نقطع، ها بس تبت إلى الله قبل 4-5 سنوات، قال هكذا مثلا، هذا ما يقام عليه الحد لأنه تاب. لكن لما مسكوه وهو في حال تلبسه في قطع الطريق وقبض عليه، قال تبت إلى الله، والله إني تائب، ما يفيد الآن، قبض عليه وهو متلبس بالإيش، بجريمة قطع الطريق. إذا لو تاب قبل أن يقدر عليه، لأن الله جل وعلا يقول إيش، فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ما قبضت عليهم بعد، فاعلموا أن الله غفور رحيم. معنى هذا إيش؟ أنكم لو قدرتم عليهم ها وهم ما زالوا في هذه الجريمة، لا يقام عليهم الحد. طيب كمل. فاستثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتفصيل، ولئلا يتخذ ذريعة إلى تعطيل حدود الله. صح، ممكن يتخذ ذريعة إلى تعطيل، كل ما قبض على واحد زاني ولا سارق ولا قطاع، قال تبت إلى الله، تبت، ما ينفع، تبت إلى الله قبل أن يقدر عليك، قبل أن يقبض عليك، لكن بعد ما قبض عليك تبت، حتى عند الله لو نفعتك هاي التوبة لكن ما تعفيك من ماذا؟ من إقامة الحد عليك. نعم. إذ لا يعجز من وجب عليه الحد أن يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة. نعم. ومن صال على نفسه من يريد قتله، أو صال على حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته من يريد هتك أعراضهن، أو صال على ماله من يريد أخذه أو إتلافه، فله الدفع عن ذلك، سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه، لأنه لو منع من الدفع لأدى ذلك إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله، ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض، وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه، لأنه قتله لدفع شره، وإن قتل المسؤول عليه فهو شهيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. طيب، الصائل، تعرفون الصائل؟ الصائل، الصائل يعني المعتدي، من جاء يعتدي على الناس، على أعراضهم، على أموالهم، على أنفسهم، يسمى الصائل. فمن حقك أن تدفع هذا الصائل، صال عليك، على أهلك، على والدتك، على ابنتك، على مالك، دخل معتدي عليك تدفع. وقد يكون هذا الصائل بهيمة، وقد يكون آدمي، كما لو هاجم عليك كلب، والكلب له قيمة عند صاحب، هذا بوليسي دافع فيه المبلغ الفلاني ومربيه وتعبان عليه، لكن هجم علي وأستطيع أني أقتله، أستطيع أني أضربه، أفعل ولا ما أفعل؟ أفعل، من حقي، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له رجل: يا رسول الله، أرأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت أن قاتلني؟ قال: قاتله. أرأيت أن قتلني؟ قال: أنت شهيد. أرأيت أن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا في صحيح مسلم، وظاهر واضح بأن من حقك أن تدفع هذا الصائل، حتى إذا قاتلك تقاتله، إن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار، هدر، لأنه ما له حق، أصلا معتدي. لكن هل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الإذن ولا يأمرك أن تقاتل؟ هل يأذن لك أن تقاتل ولا هذا أمر لازم تقاتل؟
ها يأذن صح ولا كيف؟ الآن نحن الآن في المسجد ونحن مدنيون عزل ما عندنا ملابسنا، فدخل علينا واحد عنده سلاح رشاش رشاش اوتوماتيك، قال كل واحد يعطيني اللي بجيبه وتلفونه وإلا رشيتكم كلكم. مقتضى الحديث يريد أخذ مالنا، إيش قال؟ لا تعطيه مالك، قاتلنا ها نقاتله، فش رأيكم نقاتله ولا نعطي فلوسنا هواتفنا؟ ها نعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاتله، أما عن نفسي أنا بعطيه تلفوني وأقول لحظة عندي بعد واحد ثاني أنت تحب أعطيك إياه، ها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أذن لنا أن نقاتل، ما أمرنا، مش معنى الأمر، لأن لو كان هذا على إطلاق أن كل واحد يريد أخذ مال تقاتله، أرفض يريد أن يأخذ مال تافه، أو أرفض أن أستطيع أنا أستطيع أعطيه المال وفي الآن المسجد فيه كاميرات أصيده أشتكي عليه يقبض عليه، ليش أنا قاتله؟ لأن في ناس هكذا قالوا تعال قاتل. طيب قد تكون مفسدة أكبر، يعني أيهما الآن أيسر أو أيهما مفسدة أكبر؟ نعطيه ما عندنا الآن، ما عندنا بنوك، عندنا أموال على قد الجيب يعني صح، عندنا كل واحد تلفون، التلفونات ما شاء الله متوفرة في السوق، أعطي تلفون ولا خلي يقتلني؟ انتبهتم؟ إذن هنا لابد أن يكون في فقه حتى في تطبيق الحديث، مش المقصود على إطلاق أي واحد يريد قتلك تعال قاتله، هذه واحدة. الثانية قال تدفعه بالأخف فالأشد، ما تبادر إلى قتله مع أنك أنت تستطيع أن تضربه مثلا أو أن تدفعه أو أن تخوفه حتى يهرب، فما تدفعه بالأخف فالأشد، يعني أفو دخل عليك واحد وضعيف وأنتوا 4-5-10 تستطيعون عليه، تقدر تمسك كتفة تسلمه الشرطة مثلا، لكن ما تأخذه تقتله، لو قتلت مع قدرتك تدفع بالأخف أنت تلام على ذلك، تدفع بالإيش؟ بالأخف فالأشد، يعني قد يكون إنسان اعتدى عليك وهرب، تستطيع أنت تتبعه معك سلاح ولا تدهسه بالسيارة، يجوز؟ يجوز؟ لا ما يجوز. طيب هو المعتدي يعني، طيب ولو كان معتديا يعني. الناس ما تفهم كيف تطبق هذه الأحكام، بعضها يقول أهاني بكلمة يروح يقتله، أهانك بكلمة تقتله، أحرجني أمام الرجال تفل علي تفلة تعطي رصاصة، هاي صح هذا؟ ما يصح. تقتل نفس علشان والله أهانك بكيف بصق في وجهك ولا أحرجك بكلمة، إيش هذا؟ ربنا جل عقل وجزاء سيئة سيئة مثلها، أعطاك كلمة أعطاك كلمة، بصق عليك بصق علي إذا تعب يعني، وانت تركت أفضل، أما مو تقتله. اليوم نسمع هكذا جرائم، قال والله أحرجني قدام الناس أعطاني كلمة فلانية راح يقتله، قتل شيء ما هو الأمر اللي يصير، صارت فوضى، صار ناس ما عندها يعني انضباط في أحكام الله عز وجل، وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يعني أنت حتى لو تدفع الضرر تدفع بقدر ما تدفع بالأشد، واضح؟ تبتم لهذا. فهنا الشيخ ذكر قال تدفع بالأخف فالأشد، بالأخف فالأشد، فإن اندفع بالأخف ما جازك أن تستعمل الأشد، إن قاتلك وأنت تستطيع أن تقاتله من حقك أن تقاتله، إن رأيت أنه ممكن يقتلك على شيء تافه ولا شيء ما تقاتله، ليس من الحكم أن تقاتله لأنه سيأتي بمفسد، يعني هو راح في مفسد يأخذ مالك، تخلي مفسد يزهق روحك، هذا غلط كبير. نعم. وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته يجب عليه إذا لم يؤدي إلى الفتنة، إلى الفتنة. نعم. لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صح، تفضل كمل. ويلزمه الدفع عن نفس غيره وعن حرمة غيره لقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ومعنى نصرته إذا كان ظالما منعه من الظلم. نعم. وإذا دخل لص في منزل إنسان فحكمه حكم الصائل بأن يدفعه بالأسهل فالأسهل، بالأسهل فالأسهل. نعم. ومن نظر في بيت رجل من خصاص باب نعم، يعني خصاص فتحة الباب أو ها يكون في فتحة الباب راح عاد ينظر. إيه طيب
من خصاص باب أو نافذة أو من فوق سطح فله دفعه ومنعه من ذلك، ولو أصاب عينه ففقأها فهي هدر. نعم. وكذا لو طعنه بعود فأتلف عينه فهي هدر. هدر يعني إيش؟ ما له حق يطالب بالتعويض، هدر هو الأداء، وضع عينه في المكان. نعم. لحديث من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئت عينه فلا دية ولا قصاص. نعم. وهذا لحرمة المسلم وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند الله. نعم. وهذا هو عدل الإسلام وحفاظه على سلامة المجتمع وانتظام مصالحه، لتعمر البلاد ويأمن العباد وتنتظم المواصلات بين الأقطار فيسير الناس فيها ليالي وأياما آمنين. نعم. ولا صلاح للبشرية إلا بتطبيق هذا التشريع الحكيم، فقد عجزت أنظمة الأرض كلها وقواها المادية أن تحقق للناس شيئا من الأمن المنشود بدون تطبيق هذه الشريعة. الله أكبر. وصدق الله العظيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما الجواب؟ ومن أحد ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. الله أكبر. نعم. باب في قتال أهل البغي. قال الله تعالى: أهل البغي يعني المعتدين، طائفة تعتدي على الإمام وجنده أو على طائفة أخرى يسمون أهل البغي. نعم. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأوجب تعالى في هذه الآية الكريمة على المؤمنين قتال الباغين إذا لم يقبلوا الصلح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم أيضا. نعم. وأجمع الصحابة على قتال الباغي، والبغي في الأصل معناه الجور والظلم والعدول عن الحق، فأهل البغي هم أهل الجور والظلم والعدول عن الحق ومخالفة ما عليه أئمة المسلمين، ذلك لأنه لا بد للمسلمين من جماعة وإمام. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وهذا من الضروريات، لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين. الله. بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجماعة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض تنبيها بذلك على أنواع الاجتماع. انتهى. الاجتماع القليل العارض يعني مجموعة السفر، إذا سافر ثلاثة فليؤمر أحدهم، يعني بدون إمارة بدون قائد يفسد إيش؟ تفسد الدنيا والدين إذا صار فوضى، ما في لا حاكم ولا محكوم. نعم. قال رحمه الله: من المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، ولو تولى من الظلمة فهو خير لهم من عدمهم. الله. كما يقال: سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمارة. الله. انتهى. نعم. فإذا خرج على الإمام قوم لهم شوكة ومنعة بتأويل مشتبه يريدون خلعه أو مخالفته وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة، فهم بغاة ظلمة، فيجب على الإمام أن يراسلهم فيسألهم عما ينقمون عليه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، لقوله تعالى:
فأصلحوا بينهما، والإصلاح إنما يكون بذلك، فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل فعله أزاله، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه، فإن فاؤوا ورجعوا إلى الحق والتزموا الطاعة تركهم، وإن لم يرجعوا قاتلهم وجوبا، وعلى رعيته معونته لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فيجب قتالهم حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم. ويتجنب في قتالهم الأمور التالية: أولا، يحرم قتالهم بما يعم كالقذائف المدمرة. واضح، يعني في فئة قامت على الإمام، وجب على الرعية أن يقف مع إمامهم ضد هذه الفئة القائمة الباغية، لكن ما استعمل إيش تدمير شامل عليهم عليهم وعلى من سكنوا معه، هذا ما يجوز. نعم. ثانيا يحرم قتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم. يحرم قتل ذريتهم، واضح، ومدبرهم واحد أدبر ترك القتال وانهزم ما يتابعون ويقضون عليه، وجريحهم واحد جرح أيضا ما يقضى عليه. نعم. ثالثا، من أسر منهم حبس حتى تخمد الفتنة. رابعا، لا تغنم أموالهم لأنها كأموال غيرهم من المسلمين، لا يجوز اغتنامها لبقاء ملكهم عليها. وبعد انقضاء القتال وخمود الفتنة، من وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، وما تلف منه حال الحرب فهو هدر، ومن قتل من الفريقين في الحرب غير مضمون. نعم. قال الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. انتهى. طيب. وقال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد. إيش معنى يقاد؟ يعني يقام عليه القصاص، ما في قواد، فلان قتل واحد أثناء الفتنة ما يؤخذ به ويقتل، لأن هاي فتنة ثارت، يعني المقصود هو تخميدها مو تطبيق بعد قصاص بما بينهم، تزيد. ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، يعني على تفسيره، واحد يفسر القرآن يأخذ فلوس مقابل تفسير القرآن، إلا ما وجد بعينه. نعم. وقال في الإفصاح: اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك. انتهى. وإن اقتتلت طائفتان من المسلمين ولم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام بل لعصبية بينهما أو طلب رئاسة فهما ظالمتان. لعل المقصود ولا يأخذ مال على تأويل القرآن، يعني واحد اجتهد تأول فقام بالحرب، فلأنه متأول يسمى متأول، اجتهد وأخطأ، فهذا لا يؤخذ إيش، لا يصادر ماله لأنه فعل ذلك متأولا، إلا ما وجد بعينه، يعني نفس الشيء اللي أخذه متأول إنه يجوز أخذه فأخذه، فالآن خمرت الفتنة يؤخذ منه، أخذ سيارة، أخذ حاجة وجدت هي بعينها ترد لصاحبها، والله تعالى أعلم. نعم. وقال في الإفصاح: وقال في الإفصاح: اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك. انتهى. وإن اقتتلت طائفتان من المسلمين ولم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام بل لعصبية بينهما أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، لأن كل منهما باغية على الأخرى، حيث لا ميزة لواحدة منهما، فتضمن كل واحدة منهما ما أتلفته على الأخرى، وإن كانت إحداهما تقاتل بأمر الإمام فهي محقة والأخرى باغية كما سبق. نعم. وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة واستحلال دماء المسلمين وسب الصحابة فإنهم يكونون خوارج بغاة فسقة، فإن أضافوا إلى ذلك الخروج عن قبضة إمام المسلمين وجب قتالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخوارج: أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة،
وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، بل قد اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل. وهل يقاتلون مع أئمة الجور؟ نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور، وقالوا يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقض العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن كان قتالا غير جائز لم يقاتل معه. انتهى كلامه. نعم. وإن لم يخرج هؤلاء الذين أظهروا رأي الخوارج عن قبضة الإمام ولم يشقوا عصا الطاعة لم يقاتلوا وأجريت عليهم أحكام الإسلام، لكن يجب تعزيرهم والإنكار عليهم وعدم تمكينهم من إظهار رأيهم ونشر بدعتهم بين المسلمين. نعم. هذا على القول بعدم تكفيرهم كما عليه الجمهور، وأما من يرى كفر الخوارج فإنه يجب عنده قتالهم بكل حال. نعم. باب في أحكام الردة. المرتد في اللغة هو الراجع، يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع. قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا. والمرتد في الاصطلاح هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. والمرتد له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما حكمه في الدنيا فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من بدل دينه فاقتلوه، وأجمع العلماء على ذلك، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله. وأما حكمه في الآخرة فقد بينه الله تعالى بقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، سواء كان جادا أو هازلا أو مستهزئا. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما المكره إذا نطق بسبب الإكراه فإنه لا يرتد، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ونواقض الإسلام التي تحصل بها الردة كثيرة، من أعظمها الشرك بالله تعالى، فمن أشرك بالله تعالى بأن دعا غير الله من الموتى والأولياء والصالحين أو ذبح لقبورهم أو نذر لها أو طلب الغوث والمدد من الموتى كما يفعل عباد القبور اليوم فقد ارتد عن دين الإسلام. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. انتهى. وكذلك من جحد بعض الرسل أو بعض الكتب الإلهية فقد ارتد، لأنه مكذب لله جاحد لرسول من رسله أو كتاب من كتبه. وكذلك من جحد الملائكة أو جحد البعث بعد الموت فقد كفر، لأنه مكذب للكتاب والسنة والإجماع. وكذلك من سب الله تعالى أو سب نبيا من أنبيائه فقد كفر. وكذلك من ادعى النبوة أو صدق من يدعيها بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه مكذب لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر، أو حرم شيئا مجمعا على حله مما لا خلاف في حله كالمذكات من بهيمة الأنعام فقد كفر. وكذلك من جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ومن استهزأ بالدين أو امتهن القرآن الكريم أو زعم أن القرآن نقص منه شيء أو كتم منه شيء فلا خلاف في كفره. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وقال: ومن سخر بوعد الله أو بوعيده أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. وقال: من سب الصحابة أو أحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي وأن جبريل غلط فلا شك في كفره. انتهى كلامه رحمه الله. ومن حكم القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية يرى أنها أصلح للناس من الشريعة الإسلامية، أو اعتنق فكرة الشيوعية أو القومية العربية بديلا عن الإسلام فلا شك في ردته. وأنواع الردة كثيرة، مثل من ادعى علم الغيب، ومثل من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح ما هم عليه، ومثل من يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، ومثل من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه، وكذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية، ومن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. كل هذه الأمور من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. انتهى. هذه نماذج من نواقض الإسلام، وهي أكثر مما ذكر بكثير، فعليك أن تتعلمها وتعرفها. يعني ليست محصورة بما ذكرها الشيخ هنا ولا ما ذكر الشيخ عبد الوهاب في نواقض الإسلام، هي كثيرة. نعم، لكن هذه أخطرها وأكثرها وقوعا. نعم. فعليك أن تتعلمها وتعرفها لتحذر منها وتتجنبها، فإن من لا يعرف الشرك يوشك أن يقع فيه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وإني أنصحك أن تقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرحها للعلامة العراقي محمود شكري الألوسي رحمه الله. فمن ارتد عن دين الإسلام فإنه يجب أن يستتاب ويمهل 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، لقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل استتابته، فقال: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه مالك في الموطأ. ولأن الردة لا تكون إلا لشبهة ولا تزول في الحال، فوجب أن ينظر مدة يرتئي فيها. وأما الدليل على وجوب قتله إذا لم يتب فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري وأبو داود. والذي يتولى قتله هو الإمام أو نائبه، لأنه قتل لحق الله فكان إلى ولي الأمر. والحكمة في وجوب قتل المرتد أنه لما عرف الحق وتركه صار مفسدا في الأرض لا يصلح للبقاء، لأنه عضو فاسد يضر المجتمع ويسيء إلى الدين. وربما إذا لم يقتل هذا المرتد عاث في الأرض فسادا، وأخذ يقول للناس: أنصحكم، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا، يقول إنه جرب الإسلام ومنافع تركته، أنصحك لا تدخل الإسلام أو أنصحك أخرج من الإسلام. فلذلك من بداية الأمر إذا أراد يدخل الإسلام يفهم بأنك لو تركت الإسلام ستقتل، إما أن تبقى على كفرك وتدفع الجزية إن كان ممن يدفع الجزية، أو تستمر في معاهدتك إن كان معاهدا،
وإما أن تدخل الإسلام عن قناعة وإيمان ولا ترتد منه، لأن الذي يرتد عن الإسلام حكمه القتل، حكمه القتل. وهذا كما قلت لكم حتى يقطع باب فساد عظيم ممكن يقوم به هؤلاء. متى؟ إذا دخل في الإسلام وخرجوا، دخل في الإسلام وخرجوا، قال إيش؟ جربناه فما وجدناه نافعا. وهذا خطة يخطها الكفار. قال إيش؟ يعني آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره. يؤمن بالنهار آخر يقول لا ما يصلح، جربت ما هو نافع. فحتى يسد الباب على هؤلاء قل لا، دخلت الإسلام ما تخرج إلا وتقتل أو تبقى على الإسلام، أو من البداية لا تدخل الإسلام، وأمرك الله عز وجل يوم القيامة ويدفع الجزية إذا كان من أهل الجزية، أو يبقى على العهد إذا كان معاهدا. نعم. وتحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومن كانت ردته بسبب جحوده لشيء من ضروريات الدين فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بما جحده. ويمنع المرتد من التصرف في ماله لتعلق حق الغير به كمال المفلس، ويقضي ما عليه من ديون وينفق عليه من ماله وعلى عياله مدة وينفق عليه من ماله وعلى عياله مدة منعه من التصرف فيه. فإن أسلم المرتد أخذ ماله ومكن من التصرف فيه لزوال المانع، وإن مات على ردته أو قتل مرتدا صار ماله فيئا لبيت مال المسلمين من حين موته، لأنه لا وارث له، فلا يرثه أحد من المسلمين، لأن المسلم لا يرث الكافر، ولا يرثه أحد من الكفار ولو من أهل الدين الذي انتقل إليه، لأنه لا يقر على ردته، والمرتد لا يرث من كافر ولا مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قبول توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. فقال بعضهم لا تقبل توبته في أحكام الدنيا كترك قتله وتوريثه والتوريث منه، وإنما يقتل على كل حال لعظم ذنبه وفساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى. والقول الثاني أنه تقبل توبته لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قبول توبة من تكررت ردته، فقال بعضهم إنها لا تقبل في الدنيا، فلا بد من تنفيذ حكم المرتد فيه ولو تاب، لقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقيل تقبل توبته لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالآية عامة تتناول بعمومها من تكررت ردته. كما اختلفوا في قبول توبة الزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فقيل لا تقبل توبته لأنه لا يبين منه ما يظهر رجوعه إلى الإسلام، والله تعالى يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان قبلها وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. وقيل تقبل توبة الزنديق لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين بما أظهروا من الإسلام ومن الزنادقة الحلولية والإباحية، ومن يفضل متبوعه على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يرى أنه إذا حصلت له المعرفة سقط عنه الأمر والنهي، أو أنه إذا حصلت له المعرفة جاز له التدين بدين اليهود والنصارى وأمثالهم من الطوائف المارقة عن الإسلام من غلاة الصوفية وغيرهم. كما اختلف العلماء رحمهم الله في صحة إسلام الطفل المميز ووقوع الردة منه، فقيل تحصل منه الردة إذا ارتكب شيئا من أسبابها، لأن من صح إسلامه صحت ردته، والمميز يصح إسلامه فتصح ردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ويمهل 3 أيام، فإن تاب قبلت توبته وإن بقي على ردته قتل.
وقد اختلفوا في من ترك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها، والصحيح أنه يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدلت الآية الكريمة على أن من لم يقم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، ولم يقل وأقروا بوجوب الصلاة وإنما قال وأقاموا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، الحديث، ولم يقل والإقرار بوجوب الصلاة وإنما قال وإقام الصلاة. وقد كثر اليوم التهاون بالصلاة والتكاسل فيها والتكاسل عنها، والأمر خطير جدا، فيجب على من يتهاون بالصلاة أن يتوب إلى الله وينقذ نفسه من النار، فإن الصلاة هي عمود الإسلام وهي تنهى عن الفحشاء والآثام. بارك الله نكتب على القدر، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.